إننا نؤكد من خلال هذا العمل أن المعلومات الواردة هنا ليست بديلاً عن الاستشارة التمريضية المتخصصة والتي تقدم بواسطة فريق تمريضي مؤهل. منع التقرحات السريرية. تنتج التقرحات السريرية بسبب طول فترة انضغاط جلد المريض وأنسجته بين سطحين صلبين، وهما فرشة السرير خارجياً وعظم المريض داخلياً. أما الأسباب الثانوية للتقرحات فهي عدم الحركة، الملابس الضيقة، الملابس والشراشف الخشنة، حك الجلد، تعرض الجلد للبلل بشكل مستمر نتيجة التبول أو التعرق، وضع البودرة أو العطور التي تهيج الجلد، سحب المريض بدل رفعه، سوء تغذية المريض. في حال كان المريض غير واعٍ، قم بتقليبه من جهة إلى أخرى، الجانب الأيمن على الظهر ثم على الجانب الأيسر كل ساعتين. قم بمراقبة الأماكن الأكثر عرضة للتقرحات السريرية مثل الظهر أو بين الركبتين. قم بكشف الأماكن الأكثر تعرضاً للضغط وراقب أماكن الاحمرار فيها. حافظ على نظافة المريض وجفاف جلده. إن كان المريض يعاني من سلس بولي أو عدم التحكم بالبراز، فقم بتغيير فوطة المريض وملابسه ولا تؤجل تنظيفه. غير شراشف المريض باستمرار وأبقها جافة. تأكد من عدم تجعد الشراشف أو تكتلها تحت المريض. لا تقم بفرك جلد المريض بشدة، وخاصة في أماكن الاحمرار. استخدم الصابون المتعادل اللطيف على جسم المريض. المفضل استخدام شامبو خاص بالأطفال. قم بتشطيف جيد لجلد المريض بعد استخدام الصابون وتنشيفه. في حال كان جلد المريض جافاً، استخدم مرطبات لطيفة. عدم استخدام البودرة أو العطور. اختر ملابس المريض بحيث تكون واسعة وقطنية لامتصاص العرق ولا تحتوي على النايلون. اطلب من المريض في حال أنه واعٍ أن يساعدك في تحريك وتقليب جسمه من جهة إلى أخرى. ضع تحت المريض فرشة هوائية تساعد بتغيير ضغط وزن المريض بشكل منتظم، وتلك الفرشات متواجدة في الأسواق بسعر معقول. استخدم وسائد صغيرة ولينة لوضعها تحت أو بين البروزات العظمية لمنع الاحتكاك مع فرشة المريض. لا تسحب المريض سحباً خلال تقليبه، من المفضل رفعه. قدم للمريض غذاءً يحتوي على البروتين مثل السمك واللحوم الحمراء والبيض. قدم للمريض السوائل الصافية أو الأطعمة بشكل سائل وفيتامين جيم بعد استشارة المختصين. إن لاحظت أي تغير في جلد المريض أو وجود فقاقيع ماء أو جرح، أسرع إلى استشارة الأشخاص المؤهلين.